بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. انا شخصيا النهارده بقدم برنامج الاشبال بروح مختلفه، بروح الانتصار لحصاد النادي الاهلي دوري رقم 41 في تاريخه، والانتصار قيم ومبادئ النادي الاهلي. ألف مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي اللي هي فعلا الارث الحقيقي، واللي دايما سند في ظهر النادي الاهلي. في رايي الدوري ده هو الدوري الاغلى والاهم على مدار تاريخ الاهلي كله. خلال اكتر من سنه النادي الاهلي يخوض اشرس معركه توحدت فيها كل القوى لهدم الاهلي وهدم شخص يمثل النادي الاهلي واعضائه وجماهيره. وقف على ارض صلبه طوال مده كبيره تحمل فيها بزاءات واتهامات، وده لإيمانه إنه مدين للأهلي، وإن الأهلي هو الأهم والأبقى، وإن الأهلي فوق الجميع. في الأهلي تربينا على البطولة والأخلاق، عمرك ما تسمع مننا لفظ خادش للحياء، عرقنا وجهدنا هو اللي بيتكلم دايما، والبطل هو اللي دايما بيضحك في نهاية المشوار. البطل هو اللي دايما بيضحك في نهاية المشوار. محمود الخطيب شكرا، يمكن شهادتي فيك مجروحة، ولكن والله أشهد أمام الجميع إنك نموذج وحالة مستحيل أن تتكرر. ألف مبروك للاعبي النادي الأهلي، الجهاز الفني، مجلس الإدارة، ولكل واحد شارك في هذا الإنجاز. ألف مبروك للجماهير اللي هي فعلا إرث الأهلي الحقيقي وحصنه على مدار التاريخ. الأهلي اتولد فكرة من 112 سنة. الأهلي فكرة من 112 سنة. تم تدعيمه بالروح القتالية وبالإصرار وبالعزيمة والقتال لآخر نفس. ودايما النتيجة إن الأهلي هو البطل. الأهلي دايما هو الفرحة.